الديمقراطي المصري، ونحن نؤكد لكم باننا نقف بجانبكم. يا شباب، اريد في استراليا، شكرا لكم على ما تقولون به. انتم اليوم في هذا المكان البعيد جدا عن اريتريا تعبرون عنكم بحبكم مع شعبكم وعن تضامنكم مع شعبكم. ارفعوا اصواتكم عاليا واسمعوا هذا النظام، قولوا له كفى دكتاتورية وكفى فتشا وكفى سجونا. ارفعوا اصواتكم، قولوا اطلقوا سراح السجناء السياسيين، قولوا اطلقوا سراح شعبنا الاسير في اريتريا. اسجبوا هذا النظام وارفعوا اصواتكم عاليا، اسمعوها له اينما كنتم. وانتم ما تقومون به من نبالات فهي نبالات مخيمه جدا، والشعب الاريتري كله ينظر اليكم ويستمع اليكم، وانكم تسجدون صدورهم وما تقومون به. اهلا وسهلا بكم ايها الشباب، واصلوا في مسيرتكم واسمعوا اصواتكم، وهذا ما تستطيعون فعله في هذا المكان هو عمل عظيم. ان التحالف الديمقراطي الاريتري ينظر الى ما تقومون به بتقدير واعداد شديد، فسيروا الى الامام، واصلوا وارفعوا اصواتكم، اسمعوا الدوله التي انتم فيها، اسمعوا الصحفيين، اسمعوا اشكركم في اريتريا وفي المراجل جميعا حتى يقتدي بما تقومون به انتم اليوم، ويسقط هذا النظام الظالم. انتم قوه من قوى التغيير الديمقراطي في اريتريا، ويعول عليكم كثيرا في جميع الجوانب، وهذا جانب من جوانب النظام التي تقومون به. اخوتي الساده الشباب الشابات المواطنون الاريتريون في استراليا في ملبورن بالذات، نهنئكم بهذا العمل الجليل الذي تقومون به، وان ما تقومون به ليس بيسير، انه عمل كبير، انه تعبير من التعبير الديمقراطي. فارفعوا اصواتكم ونحن معكم، والتحالف الديمقراطي الاريتري يحييكم كتحالف ديمقراطي اريتري وكتنظيماته المكونه له، يحييكم ويقف بجانبكم، واعتبركم انتم قوه اساسيه من قوى التغيير الديمقراطي. فارفعوا اصواتكم، قولوا اطلقوا سراح الشجراء السياسيين، اطلقوا سراح ادريس محمد علي صوت الثوره الاريتريه وفنانها، اطلقوا سراح جميع الشجراء السياسيين في اريتريا، ارفعوا ايديكم عن هذا الشعب ايها المسلمون الضعفاء. قولوا لهم هذا وارفعوا اصواتكم بذلك، اهجروا ليلا ونهارا، ونحن معكم ونحن نرفع اصواتنا بجانبكم.